الحالة وقع السيد الفياض السيد الفياض كرئيس كتلة سياسية هو ومن خلال منصبه كرئيس هيئة الحشد الشعبي جميع الألوية الخاضعة له يتم تسييرهم وفق رغبات السيد فالح الفياض فيما يخص المناطق التي لديها فيها مرشحين وهذه وهذا فيديو واضح روح انتخبوا مرشحين بالطريقة هذا فيديو واضح روح انتخبوا مرشحين يعني آمري الألوية يجبرون منتسبيهم وفي حال عدم الاتيان بعشر بطاقات انتخاب سيتم محاسبتهم قانونيا يقول لك قانونيا هذا منتسب لا يفقه بالقانون لا هو الحلبوسي نفسه يقول لك يطردوه سؤال 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 يقول يطردوه محمد شلون يجيبون عشر بطايق يعني هو اكبت فقره فضفاضه تقريبا بهذا القانون قانون الحشد الشعبي يقول لك من حق رئيس هيئه الحشد الشعبي احاله اجباريه للتقاعد لاي منتسب لا تثبت لا يثبت كفاءته مثل ما ذكرت في وزارة الدفاع الداخلية هذه المشكلة؟ الفقرة هذه الفقرة سيتم استغلالها من قبل هيئة الحشد الشعبي أو رئاسة هيئة الحشد الشعبي حق المنتسبين.